الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. حمل نواب في البرلمان الحكومة والبنك المركزي مسؤولية السياسة المالية الخاطئة بعد قرار رفع سعر صرف الدولار لأكثر من 20% عن سعره السابق. وأكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر أن الحكومة اتخذت قرارا ارتجاليا غير مدروس لرفع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، حيث تسبب في ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة الفقر بشكل ملحوظ. من جهة أخرى، حمل عضو لجنة الاقتصاد النيابية حامد الموسوي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مسؤولية استمرار ارتفاع الدولار بالأسواق المحلية والنتائج الكارثية التي حصلت نتيجة هذا القرار، على الرغم من انتفاء حاجة الحكومة لهذا الارتفاع. كشفت اللجنة المالية النيابية عن تحرك حكومي لإعداد موازنة عام 2022 وموازنة تكميلية منتصف هذا العام. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوتشر إن الحكومة شكلت لجنة لإعداد موازنة عام 2022 وطلبت من اللجنة المالية أن تسمي ممثلين عنها ليكونوا من ضمن اللجنة، وأضافت أن إجراء الانتخابات المبكرة هو ما دفع الحكومة لهذه الخطوة، لا سيما أن البرلمان لابد أن يحل نفسه قبل موعد الانتخابات، وهذا الأمر يتطلب إعداد موازنة العام المقبل لكي لا يكون هناك إرباك بهذا الشأن. دعت عضوة اللجنة الاقتصادية النيابية ندى شاكر جودة إلى اعتماد مبدأ القص المباشر لدرء فساد المنافذ الحدودية. وقالت النائبة شاكر إن اعتماد مبدأ القص المباشر سيكون الحل الأمثل في درء فساد المنافذ من خلال أخذ التعرفة الجمركية بشكل مباشر من أي تاجر أو شركة تستورد البضائع عن طريق شرائها للدولار من البنك المركزي، ما يضمن أن يكون الدولار ذاهبا للاستيراد حصرا واستيفاء التعرفة بشكل مباشر دون أي متاهات أخرى. وتعاني المنافذ الحدودية في العراق من فساد كبير في ظل سيطرة قوى وأحزاب متنفذة على البعض منها. كشفت وزارة الزراعة الحالية في العراق عن حاجة البلاد إلى 14 مليار و200 مليون شجرة لمواجهة التصحر. وأضافت الوزارة أن العراق لم يحصل على مستحقاته المائية بشكل كامل من دول جواره لا سيما إيران، مشيرا إلى أن إجراءات الوزارة بحاجة إلى مبالغ كبيرة من أجل تشجير المناطق بالأشجار المعمرة واستخدام الآبار الارتوازية والواحات. وبيّنت الوزارة أن السعودية أسهمت في إدخال العراق ضمن مشروع 10 مليارات شجرة، لكن الأموال المخصصة ما تزال ضعيفة في وقت يحذر مختصون من أن العام 2030 سيشهد دخول الرمال إلى شوارع المدن في ظل ضعف التعاطي مع ملف التصحر. ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية الخميس بنسبة 0.2% مدعومة من انخفاض الدولار الأمريكي، وسجل الذهب ارتفاعا عند 1740 دولارا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 1740 دولارا للأونصة. يأتي هذا في وقت انخفض الدولار الأمريكي إلى مستوى جديد ليصل إلى أدنى مستوى له في 4 أسابيع مقابل العملات الرئيسة. ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة ارتفاع معدل التضخم، ولكن زيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية تقلص من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. ختام الموجز، دمتم بأمان الله.